بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين. أهلا بكم أبنائي الطلاب في النشاط الثالث والرابع والخامس. لنبدأ أولا في النشاط الثالث، اقرأ الآيات التالية مبينا الوظائف النحوية للكلمات التي تحتها خط. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما إعراب 12 عينا؟ الفعل يحتاج إلى فاعل، فاثنتا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، عشرة عدد مركب مبني على الفتح، أما عينا فهي تمييز منصوب. ولا تعثوا فعل مضارع مجزوم لأنه سبق بأداة الجزم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هي الفاعل. مفسدين حال منصوب وعلامة نصبه الياء. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تنالوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لفظ الجلالة هنا يعرب اسم إن، وعليم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لننتقل الآن إلى الآية الرابعة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. السماوات مفعول لخلق، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، الواو حرف عطف، إذن يكون ما بعدها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فأخرج به ماذا؟ رزقا، إذن نعربها مفعول به. وأما اللام هنا فإنها لام التعليل، لذا نعرب ما بعدها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح. لنكمل الآيات. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تقف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أما كلمة مسؤولة فهي خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح. قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مدين كما ترى مضاف إليه مجرور وعلامة جزمه الفتح لأنه ممنوع من الصرف. أبونا مبتدأ، وشيخ خبر، وكبير صفة للخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال الله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. كلها هنا توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتح، والهاء ضمير متصل في محل جر. قال تعالى: مما تنبت الأرض، إذن تنبت فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. لننتقل الآن إلى التمرين الرابع. ما الخطة التي يجب أن يتبعها المتعلم ليتقن النحو العربي معرفة وتطبيقا؟ ما رأيك يا بني؟ أولا، يجب عليه الإحاطة بقواعد وقوانين النحو العربي، فيعلم الحالات الإعرابية ويعلم علاماتها الإعرابية ونحو ذلك. أيضا التدرب على قراءة النصوص قراءة صحيحة كقراءة القرآن الكريم والأبيات الشعرية، كذلك التدرب على إعراب الجمل ثم القطع وهكذا. أخيرا، الإكثار من القراءة في كتب النحو وتطبيقاته. لننتقل الآن إلى التمرين الخامس. حول الأرقام في الجمل التالية إلى ألفاظ عربية مراعيا الموقع الإعرابي، ثم أكمل الجدول. لننتقل إلى الجملة الثانية. الصف الأول نقول:
ستة فصول، حكم العدد أنه يخالف المعدود، ونوع التمييز جمع مجرور. الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود، وتمييزها يكون جمعا مجرورا. المثال الثالث: حصل الطالب على 14 درجة. الجزء الأول يخالف كلمة 4 والثاني يوافق، ونوع التمييز مفرد منصوب. الأعداد من 11 إلى 99 يكون تمييزها مفرد منصوب. لننتقل إلى تغيب اليوم، نقول 12 طالبا. الجزء الأول والثاني يوافق المعدود، ونوع التمييز مفرد منصوب. هنا نقول حصلت على 8 درجات، حكم العدد أنه يخالف المعدود، ونوعه نوع التمييز جمع مجرور. ننتقل الآن إلى قولنا حلقت الطائرة، نقول 11 ساعة. الجزء الأول والثاني يوافق المعدود، ونوع التمييز مفرد منصوب. في المثال السابع: يتكون الوفد من، نقول من 16 عضوا. الجزء الأول يخالف كلمة 6 والثاني يوافق، ونوع التمييز مفرد منصوب. أخيرا: كان الشهر 29 يوما. العدد 9 يخالف المعدود، و20 حسب موقعه من الإعراب، وهو هنا معطوف على 9 وهي منصوبة. نوع التمييز مفرد منصوب. بذا أبنائي الطلاب نكون قد أنهينا درسنا. ناقشنا 3 أنشطة: الأول إعراب كلمات من الذكر الحكيم، الثاني ذكر بعض العوامل في إتقان اللغة، أخيرا كتابة الأعداد حرفيا. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.